مشاهدينا الكرام متتبعينا عبر البوابة الأغلبية الصامتة غير أونلاين، هذه لحظة تاريخية في استقبال البطل الإفريقي المغربي مراد غجي في صنف الفريلايت، أحد أصناف قريبة من رياضة الكاراتي. بطل يعني دخل التاريخ من أبوابه ابن منطقة هامشية ومهمشة طيلة عقود من الزمان، حقق إنجازا كبيرا بفوزه ببطولة بمصر المنظمة بمصر مؤخرا في الأسبوع الماضي. كذلك سكان مدينة الغير وبعض أفراد العائلة استقبلوه أيضا في مدخل مدينة الغير، لا زالت الاحتفالات جارية. أكيد هذه الفرحة العارمة سيتحدث لنا البطل الإفريقي سمر الغجي. سمر الغجي هنيئا مبروك، هذه كان مبارك إن شاء الله، تبارك الله عليك. سأقبل إن شاء الله البطولة العالمية، نتمنى لك إن شاء الله بطولة عالمية إن شاء الله في أصناف في الفريلايت وحتى في الكاراتي إن شاء الله. سي مراد، كيف تصف هذا الشعور وسكان تنغير يستقبلونك هذا الاستقبال وأنت تفوز بهذه البطولة الإفريقية التي ربما يعني من أبناء هذه المنطقة قلما نزيد وندر أن نزيد مثل هذا الأبطال؟ إذا تهاني تهاني من أبناء المنطقة. إذن مجهودات فردية بطبيعة الحال كما قلنا بدون دعم، فريلايت ليس فيها جامعة، فهي لجنة وطنية فقط، يعني رغم ذلك كل مجهود. ربما سي مراد، هل تم استقبالك في المطار الدار البيضاء من طرف الجامعة أو أحد المسؤولين الرياضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اوتوماتيكمون ملي كيكون منتخب وطني يعني كتمشي مع الطاقم كامل يعني من الرئيس حتى الأمين والكاتب والجنة الوطنية كتحضر معنا اوتوماتيكمون، وتيكون عندنا المدرب ديال الفريق الوطني يعني هو اللي كيرجزنا. ويعني في لا في الذهاب ولا في حتى ملي رجعنا يعني استقبلونا بواحد استقبال يعني في استقبال يعني شيق جدا. حافير كاين الجمهور اللي حضر تما، الحمد لله كاينين المسؤول ديال المسؤولين ديال وزارة الشباب والرياضة كاينين، يعني الناس ديال الجنة الوطنية. وبالنسبة للإعلام، الحضيض ذلك حضيتم بتغطية إعلامية؟ لا لا نتمنى ان شاء الله، ولكن على اين؟ هادشي جاي في الطريق الى انا وصفنا الشعور باش نتجاوزوا هذا المشكل هذا ان شاء الله مستقبلا. جاي في الطريق ان شاء الله. الشعور ديالك وهذا الاستقبال باش كتهضر يعني شنو نقول لك يعني حسيت بواحد بالامازيغيه وبالعربيه لا يهمنا. وقدر دونيني يعني حساسيون الشعور خطر بزاف، ودنيت في الصاق حياتي ويدو كل مدة تلقى شرطي دا الاستقبال الناس كان الجمهور تنغير دي مدوكونا غدوة جرنا اصحاب الحايد ونا الحمد لله. يعني الشرطات المحليه ودي انت حاضر انت ولكن ان شاء الله نجلس نسكر هذا ان شاء الله يكون حفل خاص يغي ان شاء الله ديسي حيت رئيس الجامعه الدوليه امريكا مزيان رئيس اللجنه الوطنيه يعود مسمنز اتسنى ابطال العالم المغرب ان شاء الله غنت حيت ان شاء الله يكون حفل استقبال غادي رسمي ان شاء الله تعالى يتم غير ان شاء الله تعالى. تبارك الله. سي مراد ما تقالت استقبالات زينا مصر اذا كنت تهلا شويه يس. بكل صراحه تهلا زينا يعني الاستقبال زي المطار وسينا دي وناس الاوتيل يعني لا تمزنت ولا تخاطر يعني تبع دينا كل شيء جميع المراحل انا اللي يقدري البطوله يعني في احسن ما يرام الحمد لله. تبارك الله. سي مراد بالنسبه الفوز وتفيز كالعراقيل كالابطال يعني اللي كان منافسه كان قويه ميس تفيز بانه يعني كوسي تالي لمستوى اريد تشقو يا ميس من ساري تالي اريد المنافسه كان شديده هذا لانه سي المستوى الجهوي دات توان شويه دات الثالث الوطني يعني توني تاهيل خصو يبدا كان المستوى كل هذه غنسوى وانا غنسايد يعني اوتوماتيكمون كي وندي توجد انه باش هذه ويكاند تيتر ما كان اللقب سر سدولانت يعني دايت شويه كرفشي شويه هذا ولا استمرار سي في الافاق المستقبليه يعني ان شاء الله يقدر نريضها ان شاء الله تعالى ما يوفق البرنامج انك يستسك البرنامج المستقبل ان شاء الله ان شاء الله ميا في قربين ان شاء الله النهايه في فبراير قند ان شاء الله سير طلعنا بودابست في هنغاريا تقريبا يوم شهريات ان شاء الله قالت لي البراغ عاصمة التشيك شهر 5 ان شاء الله عاصمة التشيك شهر 5 ان شاء الله غادي ندوس سافيرونا سير ايطاليا محليا كنحاول نطور الرياضه ان شاء الله هي المنطقه عن طريق السي مراد باش نذكر بان ايضا يحضر مع السي مراد اعضاء جمعيه ديال الفريلايت والكاراتي هنا بلاص الصال ديالو يعني بقاعه الممارسه ديال هذه الرياضه نبيتين غير يعني اسسها يعني الاستاذ مراد والبطل مراد يعني منذ سنوات يعني هذا اخر كلمه والرساله اللي غتوجهها للمسؤولين بصفه عامه والناس والشعب
بصفه عامه وسكان ديال غير انا الا جاوبت بلاصتو كنتمنى غير يكون الدعم من السلطات المحليه للابطال ديالنا باش الرياضه تمشي لقدام ان شاء الله. ان شاء الله مازال غادي نديرو ان شاء الله واحد الى كملنا ان شاء الله نديرو واحد ندوه صحفيه ان شاء الله في استقبال الرسمي وان شاء الله راه كاين ميتك ان شاء الله لا الافق ديال هذه الرياضه ولا العراق اللي نعم معه ايضا احد الابطال الوطنيين في رياضه الكاراتري سي العزاوي ايضا وايضا من بين الطاقات الكثيره لمنطقه تنغير التي تعيش يعني كتعاني بزاف معنا احد الابطال ايضا جهويين بطله ايضا وطنيه وجهويه ودوليه للاسف الشديد ربما التهميش الذي تعاني المنطقه ايضا طاقات كثيره جدا نتمنى لها ان تخرج وتعرف طريقها ان شاء الله نحو الدوليه والعالميه ان شاء الله. البطل العالمي سي مرغجي شكرا جزيلا لك.